هنا هنتكلم على البونز. البونز طبعا ده جزء من البرين ستيم، فوقه الميد برين وتحته المدلة اوبلونجاتا. لما ابتدي نشوف البونز ده الفنترال سيرفيس. تلاقي في الحتة دي في جروف، الجروف ده عشان الارتري ده اللي اسمه البازلر ارتري. المنظر دي مدلة اوبلونجاتا ودي بونز، هنا فيرتبرال ارتري ودي فيرتبرال ارتري وده بازلر ارتري، والبازلر ارتري اتقسم 2 بوستيرو سيريبرال ارتس. يبقى ده المدلة وده البونز، والمفروض هنا جروف فور ذا بازلر ارتري. اما نبص للبونز تلاقي فيه فايبرز ماشيه بالعرض كده، دي بيسموها ترانسفيرز بونتاين فايبرز، ودي بتجمع هنا في بيدانكل اللي هو بيوصل لحد السيربيلم اسمه ميدل سيربيلر بيدانكل. ده الفنترال سيرفيس بتاع البونز اهو، وادي الجروف بتاع البازلر ارتري، وهنا طبعا لو اتبعت الفايبرز جايه كده وكده راح على الميدل سيربيلر ايه بيدانكل. الكرينيان نيرفز اللي باينه من الفنترال سيرفيس بتاع البونز، فباين عندي هنا بين البونز وبين البيراميد في ابدوسنت، ده 6. طبعا في وسط البونز هنا اهو عند اتصال البونز بقى على الميدل سيربيلر بيدانكل بيبقى فيه هنا 5 اللي هو ترايجيمنال. ترايجيمنال فيه سنسوري روت كبير وموتور روت رفيع، لكن ده 5 اللي هو ترايجيمنال. وهنا بين البونز والبيراميد في 6، وبين البونز والانفيرو سيريبيلر بيدانكل هنا اهو فيه هنا اهو في الحته دي 7، وجنبه هنا ايه 8. يبقى الميدل كرينيال نيرفز اللي هم 5 و6 و7 و8 بيطلعوا من البونز. هنا برضو المنظر ادي في الوسط اهو، ده 5، وبعدين بين البونز والبيراميد في 6، وبعدين في السيريبيلو بونتاين انجل او بين البونز والانفيرو سيربيلر بيدانكل في 7 وفي ايه 8. دولت الجزء ده اللي هو الفنترال سيرفيس اوف ذا بونز. اما نيجي نقلب الدورسال سيرفيس اوف ذا بونز، احنا عارفين ان جزء كبير من الدورسال سيرفيس اوف ذا بونز هنا بيشارك في تكوين الفلور بتاع الفورس فينتريكل. ادي الفلور بتاع الفورس فينتريكل، ده البونتاين بارت وده ده البونتاين بارتس، وده اللي تحت ده اللي هو المدلري بارت. فالبونتاين بارتس الاقي حته عاليه اهي اسمها امينينشيا ميدياليس اهي، الامينينشيا ميدياليس فوقها حته اعلى اسمها فيشيال كوليكولاس. يبقى ده امينينشيا ميدياليس وهنا فيشيال كوليكولاس، وبقى هنا في سوبيرو فوفيا وبعدين في لاترال فيستيبولار اريا. يبقى دي امينينشيا ميدياليس وهنا فيشيال كوليكولاس وهنا سوبيرو فوفيا وهنا لاترال فيستيبولار اريا، هنا برضو امينينشيا ميدياليس وهنا فيشال كوليكولاس وهنا سوبيرو فوفيا وبعدين لاترال فيستيبول اريا. على الجنبين هنا في البونز الجزء ده، البونز ده بيلم نفسه هنا، بيبقى بيبتدي يلم نفسه عشان يقفل الفورس فينتركل من فوق ويكمل على الميد برين. ده الدورسال سيرفيس بتاع الايه الميد برين. طبعا بيبقى باين هنا على الدورسال سيرفيس ده الميدل سيربيلر بدانكل وده الميدل سيربيلر بدانكل، وهنا وبيبقى باين جزء من السوبيرو سيربيلر بدانكل وهو نازل، سوبيرو سيربيلر بدانكل وهو نازل هنا هو على التو سايدز بتوع في اللاترال باوندري بتاع الفورس فينتر. ادي الدورسال سيرفيس بتاع البونز زي ما احنا شفنا، ده السوبيرو الفوفيا الديبريشن ده اسمه سوبيرو الفوفيا، الجزء اللي جنب الميدل لاين دي اسمها امينينشيا ميدياليس، وهنا دي اسمها فيشيال ايه كوليكولاس. يبقى دي امينينشيا ميدياليس هنا وده اسمه ايه فيشال كوليكولاس اللي هو الحته العاليه اللي على اعلى حته في الامينينشيا ميدياليس. في هنا ده سوبيرو فوبيا وهنا في لاترال فيستيبولار ايه اريا. طبعا المفروض كان بيبقى ماشي هنا ترانسفيرز ميدلري فايبرز او ميدلري سترايا، هنا في ترانسفيرز فايبرز كده عامله لنا ميدلري سترايا هنا كانت موجوده في الحته دي. المهم عندي باين على الجنبين كده، طبعا ده الميدل سيربيلر بدانكل وده الميدل سيربيلر بدانكل وده نازل من الميد برين، يعني الجنب ده والجنب ده اسمه سوبيرو سيربيلر بدانكل. المنظر ده اللي هو الاكسترنال فيتشر من الباك وده الاكسترنال فيتشر من الفرونت. هنا لما بيجوا ياخدوا قطاع في البونز بياخدوا في قطاعين، قطاع في اللور بارت وقطاع في الابر بارت. القطاع في اللور بارت بيبقى باين فيه الفورس فينتريكل الكبير قوي، قطاع في الابر بارت يبقى الفورس فينتريكل صغير او
وهو داخل على السريبرال اكوي داكت بتاع الميد برين هنا فوق. يبقى القطاع بتاع البونز ممكن هيبقى هنا وممكن في الجزء الاعلى من الايه البونز. لما نيجي البلاد سبلاي بتاع البونز فهنبص نلاقي البونز ماشي عليه الارتر هنا اسمه بازلر ارتر. البازلر ارتر اهو بيطول ما هو ماشي يدي برانشز 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 برانشز. البونز دول اسمهم بونتاين برانشز. يبقى البونز البلاد سبلاي بتاعته بونتاين برانشز اوف ذا بازلر ارتر. دلوقتي في السكشنز اللي بعد كده هناخد قطاع في البونز في اللور بارت وقطاع في الابر بارت اوف ذا بونز، وهنشوف الانترنال ستراكشر اوف ذا بونز. ادي البونز اهو، ده قطاع في اللور بارت وباين الفلور بتاع الفورس فينتركل، وده قطاع في الابر بارت بتاع البونز وباين ان الفورس فينتركل ابتدى يقفل اهو، وباين عندي حته من السوبيرو سيريبيلر بدانكلز هم دول اللي جايين من ميد برين نازلين هنا. يبقى ده اللور بارت بتاع البونز وهنا الابر بارت اوف ذا بونز. سواء كان لور بارت اوف ذا بونز او الابر بارت اوف ذا بونز الانترنال ستراكشر واحد. في عندي اول حاجه فينترال اور بازلر بارت اوف ذا بونز، الجزء ده او ده اسمه فينترال اور بازلر بارت اوف ذا بونز، والجزء الخلفي ده اسمه دورسال او تجمنتال بارت اوف ذا بونز. يعني البونز القطاع بتاعه في فينترال بارت في دورسال بارت، وهنا برضو في فينترال بارت وهنا ايه دورسال بارت. تعالوا ناخد الفينترال بارت اوف ذا بونز ده. ده في ثلاث حاجات، لونجيتودينال فايبرز، فايبرز نازله من فوق على تحت، وهوريزونتال فايبرز، وبينهم بلاك دوتس كده اللي احنا بنسميهم نيوكلياي بونتيز، او هي خلايا طبعا اسمها نيوكلياي بونتيز. يبقى في عندي فيرتيكال لونجيتودينال باندلز اوف فايبرز وترانسفيرز فايبرز ونيوكلياي بونتيز، ده اللي هم الفنترال اور بازلر بارت اوف ذا بونز. ادي لونجيتودينال باندلز اللي هم دول، ودول الترانسفيرز باندلز اهم، ودول نيوكلياي ايه بونتيز. الفيرتيكال فايبرز دولت اللي هم ايه؟ قال لك الفيرتيكال فايبرز او اللونجيتودينال فايبرز دول حزمتين او مجموعتين من الفايبرز. فايبرز بتيجي على البونز وبتكمل على المظله، يعني جايه من الميد برين وتكمل على البونز تنزل على المظله، دي البيراميدال تراكت اللي بيسموها الكورتيكو سباينال تراكت. يبقى اول مجموعه اللي هي من اللونجيتودينال باندلز اللي هي الحمراء دي بنسميها البيراميدال تراكت او كورتيكو سباينال تراكت. في فايبرز بتنزل من الكورتكس صحيح، بس بتقف في البونز بتعمل ريلي على النيوكلياي بونتيز او نيوكلياي اوف ذا بونز اللي موجوده هنا، دي اسمها كورتيكو بونتاين فايبرز، اسمها كورتيكو بونتاين فايبرز. يبقى دولت الفيرتيكال فايبرز. ناخد الترانسفيرز فايبرز. ترانسفيرز فايبرز دولت اللي هم بادين من النيوكلياي بونتيز دول من هنا نيوكلياي بونتيز، وماشيه بالعرض كده الفايبرز في الميدل سيربيلر بدانكل وراح للسيربيلر سيربيلم، دولت بيسموهم بونتو سيربيلر فايبرز. يبقى الفنترال بارت اوف ذا بونز اللي هو او البازلر بارت سموه بازلر لان هنا بيمشي بازلر ارتري، في لونجيتودينال باندلز وفي ترانسفيرز فايبرز وفي نيوكلياي بونتيز. الفيرتيكال فايبرز اللي هي نوعين، بيراميدال تراكت او كورتيكو سبانال تراكت واخده اللون الاحمر، وكورتيكو بونتاين فايبرز بتنتهي على النيوكلياي بونتيز. يبقى دولت الفيرتيكال. هوريزونتال فايبرز بتبتدي من النيوكلياي بونتيز وبتكون الميدل سيريبيلر بدانكل وتروح للسيريبيلر اسمها بونتو سيريبيلر فايبر، وبين الاثنين دولت في النيوكلياي ايه بونتيز. نيجي هنا اهو التجمنتال بارت او الدورسال بارت. ده الدورسال بارت هيتلاقي في ايه؟ قال لك في هنا الكرينيال نيرف نيوكلياي اللي بتطلع من البونز. ايه الكرينيال نيرفز اللي بتطلع من البونز؟ قال لك 5 تراجمنا، 6 ابدوسن، 7 فيشيال، 8 فيستيبولو كوكلير، دول 5 و6 و7 و8. وبعدين في حزم من باندلز ماشيه في البرين ستيم كله وخصوصا في البونز اللي هم اسمهم ليمنسكاي. دول ايه بقى؟ ميديا ليمنسكاس، تراجمنا ليمنسكاس،
سباينال لمنيسكس لاترال لمنيسكس، يبقى التجمنتال بارت اوف ذا بونز في الكرينيا نيرف نيوكلياي، طبعا هنشوفهم في السكشن اللي بعد كده، لكن في كمان الليمنسكاي اللي هم الميديا لمنيسكس، تريجيمنال لمنيسكس، والسباينال لمنيسكس، واللاترال لمنيسكس. دولت التركيبه بتاع الانترنال ستراكشر اوف ذا